يقول السائل: أخذت من زوجتي ما يعادل 50 جرام ذهبا، وبعتها بمبلغ 2200 جنيه، وأريد إرجاع ما أخذته، فهل أرجع وزنه ذهبا أم القيمة؟ وهل يدخل هذا في الربا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا حسب طلبها هي، إن طلبت منك الذهب أن ترجع لها الذهب، فأنت تشتري لها ذهب وترجعه عليها بالوزن، بوزنه من غير زيادة، وإن رضيت أنها تأخذ القيمة فلا بأس بذلك، وليس هذا من الربا، هذا من الصرف، هذا يعتبر من الصرف. نعم.